ولمزيد من التعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من إسطنبول الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني للثورة السورية السيد صالح فاضل. سيد صالح، مرحبا بك معنا. حياكم الله أخي الكريم، حياكم الله، الله يبارك فيك. بالنظر إلى ما أفاد به مركز حميميم الذي أحصى خسائر قوات النظام وميليشياته خلال 48 ساعة ماضية، قال أن القتلى والجرحى بالعشرات، إلى أي مدى يمكن التعويل على جهود فصائل الجيش الحر في قلب المعادلة على الأرض؟ نعم، ما قاله حميمين هو جزء من الحقيقة، لأن القتلى الحقيقة في المئات وليس بالعشرات، خاصة في منطقة كبينة وأيضا في منطقة تل ترعي في محافظة إدلب، والمعلوم أن كبينة في منطقة جبال التركمان. حقيقة اليوم توجهت تراكسات كبيرة جدا ضخمة جدا لكي تردم بالأتربة على المقاتلين، إلا أن المقاتلين استطاعوا تدمير التراكسات مما أعاق تقدم آليات العدو، وأيضا كبدتهم خسائر فادحة بلغت أكثر من 100 قتيل من النظام وروسيا. نستطيع أن نقول أن النظام لم يستطع تحقيق الانتصار المعنوي أو المادي على الأرض بعد هذه الخسائر؟ نعم، هناك حقيقة قتلى كثيرة من النظام، بلغت بين النظام وروسيا بلغت أكثر من 600 قتيل، حتى روايات تقول أن هناك 287 قتيلا روسيا فقط وأكثر من 300 من النظام. واليوم روسيا التي كانت تستأثر بالقتال في هذه المنطقة وتريد أن تخرج، ماذا استهدفت قوى المعارضة حتى تصل إلى هذا العدد من القتلى؟ حقيقة في منطقة التمانعة ومنطقة الهبيط التي سقطت بعد نيران غزيرة وغير وأعمال القتالية أيضا في منطقة جبل التركمان، هذه يعني واعترافات مواقع الإلكترونية لجيش النظام هنا وهناك الغير رسمية طبعا، لكن نجد أنصار النظام يتأسفون ومنزعجون من فشل النظام بسبب كثرة قتلاه. هذه مسألة أصبحت معروفة في الداخل السوري في مناطق النظام نفسه، التشييع، الجنازات بالجملة، كل هذا. لكن الجيش الإلكتروني للنظام يريد أن يركز فقط على المكاسب الحقيقية التي حققها النظام على الأرض، وهذه الأرض المحروقة التي حولها إلى أطلال فعلا. لكن الثورة لا يمكن أن تنتهي فقط في القضايا الجغرافية، علما المعروف أن النظام وروسيا يعملون وفق منظومة التغيير الديموغرافي، التغيير الديموغرافي للواقع السوري من الجنوب إلى الشمال السوري. حتى اليوم في إحصائية خلال أشهر بسيطة كان تهجير 40,000 شخص من درعا بين التهريب والضغط وغير ذلك، وهكذا في منطقة الشمال السوري هناك مؤامرة كبيرة دولية حقيقة تستهدف الحالة الديموغرافية في سوريا. من ناحية أخرى هناك من يتحدث عن صفقة في ريف حماة، هل تعتقد أنه من الممكن تكرار سيناريو ما جرى في حلب ودرعا والغوطة قبل ذلك، أم أن الأمر مختلف بالنسبة لإدلب؟ أعتقد أن المعركة في إدلب هي معركة كر وفر، لكن موضوع إدلب أخشى أن تتعرض إلى حصار بسياسة الأرض المحروقة، أخشى، وهذه الخشية إن شاء الله سيبددها جهود الثوار الذين يقاتلون بلا هوادة، ولا أظن على الإطلاق أن يتجرأ لا النظام ولا روسيا دخول إدلب، لأنها ستكون أنهار من الدماء، لأنها مختلفة. أولا هي خزان كبير للمقاتلين، بنفس الوقت هي فيها أكثر من 3 مليون أو 4 مليون ربما ببعض التقديرات، وبالتالي لا أوروبا ولا تركيا ولا المنطقة غصن الزيتون ودرع الفرات تستطيع أن تستوعب نتائج دخول النظام وروسيا وإيران إلى هذه المنطقة. شكرا لك السيد صالح فاضل الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني للثورة السورية، كنت معنا من إسطنبول.